الف 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 مبروك. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، عبد الله شو تقول حق اهل الكويت؟ اقول هذه ميداليه اهل الكويت، وان شاء الله ان شاء الله بالاولمبيات القادمه ان شاء الله نحقق الذهبيه. عبد الله كنت متوقعها؟ انت كنت في التصفيات الاول. والله كنت متوقعها، ولكن هناك الفاينل الظالم هذا. نعم. يعني انا فارق عن اللي اخذ الذهبيه بدخول الفاينل 3 اطباق، الحين فرق عني بطبق ودخل الفاينل. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا من قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، واحنا نعيش هذه الأفراح وهذه الافتخارات اللي حقيقة نفتخر فيها في برنامج فخر بلدنا، واللي نسلط الضوء اليوم في حلقة جديدة من هذا البرنامج بعد ما سلطنا قبل أيام عن الإنجاز اللي حققه فهد الدحاني، اليوم يحقق البطل الأولمبي أيضا عبد الله الطرق الرشيدي، اليوم حلقة خاصة تكريما لهذا البطل الأولمبي الذي أيضا حقق الميدالية البرونزية في رماية الاسكيت. اليوم الكويت كلها تعيش الفرحة، والعرب حقيقة الكل يفتخر فيما حققه الرماة الكويتيين في أولمبياد ريو دي جانيرو، خاصة يعني أن الكويت هي الآن يعني أكثر بلد عربي حقق ميداليات سواء في الذهبية والبرونزية. نقول لكم حياكم الله معانا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة اللي راح نكون متواصلين فيها معاكم علشان نسلط الضوء على هذا الإنجاز، أيضا بوجود ضيوف ليسوا بغريبين عن رياضة الرماية والرماية الكويتية. في البداية ودي أرحب بالرامي الدولي مشفي المطيري. أبو حسين رحب فيكم، أقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. ألف مبروك هذا الإنجاز اللي حققته الرماية الكويتية. هذا الإنجاز تسجل باسم الرماية الكويتية ودولة الكويت، يعني شيء مفخرة للكويت أن تحصل على ميدالية برونزية. ايضا الرامي الدولي الكويتي عبد الرحمن الفيحان، نرحب فيك ونقول لك الف مبروك والحمد لله على السلامه بعد وصولك من ريو دي جانيرو. الله يبارك فيك والله يسلمك ان شاء الله. طبعا قبل لا نتكلم ايضا بتفصيل اكثر مشاهدينا ونشوف تقاريرنا الخاصه، ودنا احنا نستغل هذه الفرصه في حلقتنا لهذا اليوم بان نتحمد بالسلامه لزميلنا العزيز ابو ابراهيم محمد ابداح اللي حقيقه تعرض الى وعكه صحيه بسيطه، وان شاء الله يعني هو اليوم يقضي الليله في المستشفى، وان شاء الله باكر طالع نقول له ما تشوف شر يا ابو ابراهيم، وان شاء الله يعني نشوفك تعود مره اخرى الى برامجك والى جمهورك، والف حمد لله على السلامه. عموما نشوف هذا التقرير في البدايه مشاهدينا الكرام، ومن ثم لنا حديث مطول عن هذا الانجاز في فخر بلدنا. بالفعل مشاهدينا الكرام، فخر بلدنا عبد الله الطرقي الرشيدي وفهيد الدحاني اللي حققوا الانجاز في رياضه الرمايه، وبالتحديد هي الرياضه الوحيده اللي حققت الميداليات الاولمبيه والفخر الاولمبي للكويت بجميع الرياضات. يعني عبد الله او يعني الطرقي يعني لا باع طويل في هذه الرمايه مشاهدينا الكرام، سنوات طويله حقق فيها الكثير من الميداليات والكثير من الانجازات، لكن يعني تأتي في خلينا نقول في مشوار العمر كبير، وبعد وصوله يعني إلى هذا العمر تقريبا 54 سنة ويمكن من أكبر المشاركين في الأولمبياد في رياضة الرماية بالتحديد، يعني يحقق أخيرا الإنجاز الأولمبي بحصول على البرونز في هذه البطولة، بطولة ريو دي جانيرو والمقامة حاليا في البرازيل. لكن يعني الحلقة يعني ما تسعنا أن نتكلم على جميع إنجازات عبد الله الطرقي الرشيدي، لكن ودنا نتكلم اليوم بالتفصيل عن المشوار في هذه البطولة في ريو دي جانيرو. وخلنا نأخذ في البداية أبو حسين، من كان متواجد هناك؟ الرامي الدولي الكويتي أيضا اللي حقق العديد من الإنجازات عبد الرحمن الفيحان أبو دلال. يعني أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة، وتواجدك يعني في ريو أيضا كان يعني طعم بالنسبة لك في المشاركة في أولمبياد، وأنت ليس بغريب عن البطولات الدولية في رياضة الرماية. نتكلم عن الأجواء في البداية، شلون كانت هناك؟ شلون وجدتوا التنافس بين مختلف الرياضيين من مختلف دول العالم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، دائما الأجواء في الأولمبياد تختلف عن جميع البطولات. الجمهور متواجد معانا في الأولمبياد، الرماة الحماس في البطولة، التحضير قبل المنافسات بعشرة أيام لجميع الرماة في البطولة لها جو آخر، لها قلتهم لها أجواءها، وكانت منافسة قوية بيننا وبين الرماة، أخونا البطل فهيد الدحاني وأخونا البطل عبد الله الطرق الرشيدي الحمد لله أحرزوا الإنجازات والميداليات اللي نعتبر جميعنا احنا اللي فايزين في الأولمبياد. كم لاعب شارك في رياضة الرماية المختلفة؟
تقصد من الكويت؟ اي الكويت. من الكويت اثنين في السكيت، عبد الله الرشيدي وسعود حبيب الكندري. في الدبع تراب فهد الديحاني واحمد العفاسي، وفي التراب عبد الرحمن الفيحان وخالد المرف. طبعا يعني اليوم الانجاز هذا ايضا ابو حسين هذا راح يلقي مسؤوليه كبيره على الجيل الاخر، جيل عبد الرحمن والجيل اللي وراهم، بحيث ان الرياضه الوحيده الكويتيه اللي حققت الفخر الاولمبي. اكيد طبعا، انت تتكلم قبل شيء قال عبد الرحمن ان سته رايحين الاولمبياد، طبعا السته هم كاملين العدد في لعبه الشوزن كاملين، كل لكل دوله الحق مشاركه في لاعبين في مقعدين، والحمد لله الكويت يعني صغيره بحجمها لكن كبيره في انجازاتها. صحيح. يعني حصلنا على كل لعبه مقعدين يعني كاملين العدد. صحيح. يعني ما نقدر يعني لو كان في مجال ندخل ثلاثه نقدر ندخل ثلاثه. لكن الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه فقط اثنين في كل لعبه، وهذا الشيء يعني انجاز كبير للرمايه الكويتيه. انا اسمحك عذرا لان معانا على الخط زميلنا العزيز ابو علي المذيع فريد دشتي ممثل دوله الكويت في اتحاد اذاعات الدول العربيه الاسبو، اللي قاعد يغطي الرياضات الاولمبيه وجميع الفعاليات الاولمبيه، متواجد في ريو دي جانيرو. ابو علي نرحب فيك ونقول لك مساك الله بالخير، ولا صبحك الله بالخير بتوقيت البرازيل. ها انقطع الخط مع فريد. اذا خلي ابو حسين يعني يسترسل في كلامه على ما تشوفون الخط مره ثانيه. اخوانا تفضل. طبعا مثل ما قلت لك ان دوله الكويت مشاركين بست رومات، الست رومات كاملين العدد في لعبه شوزن، يعني ما نقدر اكثر من ست رومات، يعني ما حد يقدر يتاهل. صحيح. طبعا في دول ثانيه منها الصين اللي هي طبعا تنافسنا في اسيا، ناقصين العدد، يعني ناقصين مشاركات في العدد، يعني هذا شيء يحسب للرمايه الكويتيه. كذا دوله بعد كانت يعني الاولمبيات السابقه كانوا مشاركين في تقريبا خمس رومات، السنه هذه مشاركين في ثلاث رومات، يعني ما استطاعوا يتاهلون لان صعوبه التاهيل هي يعني شيء يعني مثل ما اقول لك قوي جدا، من قوته التنافس يزيد كل سنه عن سنه، هذا الشيء يعني الحمد لله رمات الكويت دائما متواجدين بالمنافسات. خلنا ناخذ مره ثانيه اتصال مع زميلنا العزيز فريد دشتي ممثل دوله الكويت في اتحاد اذاعات الدول العربيه الاسبو اللي يغطي فعاليات اولمبياد ريو دي جانيرو. ابو علي نرحب فيك ونقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالخير عزيزي وزميلي ابو فواز سفام وضيوفك الكرام، طبعا مشاري عفوا مشفي المطيري وعبد الرحمن فيحان كان زميلنا هني موجود، الله يعطيه العافيه ما توفق، لكن خير بغيره. طبعا ارحب فيك ومشي على مشاهدينا واهلنا اهل الكويت. حياك الله ابو علي. انا ودي يعني شفنا احنا في بدايه يمكن برنامجنا شفنا السيلفي بينك وبين بطلال عبد الله الطرقي الرشيدي، وشون كانت تهنئتك له والكلمه السريعه اللي اخذتها منه، لكن ودنا نعرف اخوي فريد شون وجدت الاجواء موجوده هناك خاصه في ظل هذا الانجاز اللي حققه الرامي العربي والكويتي عبد الله الطرقي الرشيدي. شوف استاذ فان يعني فواز الحقيقة البرازيل احتفت في عبدالله الطرقي بطلال عبدالله الطرقي الرشيدي، البرازيليين الجمهور الأجواء كانت جدا جميلة، والله ما راح تصدقون يا جماعة يعني اللي شفته، يعني على التتويج عندما كان عبدالله الطرقي الرشيدي بطلال كان موجود ويتوج، انظر إلى صيحات الجماهير والتشجيع وكأنهم كويتيين وكانوا يعرفون عبد الله الطرقي وقاعدين معاه ويعني متكلمين يعني ومسلمين عليه وقاعدين معاه كأننا احنا اصدقاء واهله وربعه في الكويت. شنو سر هذا التعاطف من الجمهور الموجود مع ابو طلال بوجهه نظرك فريد؟ كيف ما سمعتك. شنو سر هذا التعاطف من الجمهور مع ابو طلال؟ يعني انا شوف انا بصراحه حاولت اني احلل ولكن توصلت الى نتيجه، اولا هم يرون عبد الله الطرقي عندما يقرأ من يقرأ اس تي في والسيرة الذاتية لعبد الله الطرقي وفهد الديحاني يراهم انهم مشاركين مربوطين لديهم الكثير من الانجازات الميداليات، ولكن عبد الله الطرقي بطلال لم يحصل على ميدالية اولمبية. صحيح.
صحيح. وكان هذا حلم حياته، فبالتالي هذا السبب. سبب ثاني يعني أي أن الميدالية تعني له الكثير. والسبب الثاني كان اللي يشوف عمر عبد الله الطرقي، ما نبي نكبره بطلال، لكن عبد الله الطرقي الرشيدي يبلغ من عمره 54 أو 53 عام إذا ما كانت ذاكرة، فهذا أدى إسعاف مو طبيعي إلى العلم الأولمبي. يعني ثلاث أشياء عطت والكل كان معاه. وبالتالي لا تنسى في شيء آخر، عبد الله الطرقي الرشيدي كان الأول في التصفيات، يعني فاهم والاخوان يعرفون فيحان وهذا، يعني انت لما تجيب تصفيات والاول واضح التعب والجمهور يطالع يدري انك انت صح، كفاءه عاليه ورماي من رمات الممتازين. لذلك كان في تعب، حتى اطلقوا عليه لقب او النيك نيم موستاش او الشنب او شنب زي ما يقولون او الشنب يعني. اي نعم. فريد، الصحافة البرازيلية شلون كان يعني تغطيتها لهذا الحدث وهذا الإنجاز اللي حققه عبد الله الطرقي؟ شوف بصراحة أول ما طلع، أنا أوصف لك الوضع عشان أنت من السياق راح تعرف. أول ما خلص التتويج، يعني عبد الله الطرقي رشيدي بصراحة وفي ابن الكويت، والله وفاء مو طبيعي. على طول إجا أشرت له، قلت له عبد الله تلفزيون الكويت، أنا ما عندي كاميرا بفواز، أنا يعني مجهود فردي وأنت عارف هذا الشيء. صحيح. موبايل سامسونج الريزولوشن والنقاوة، نقاوة الصورة جدا عالية. فقلت له تعال حق تلفزيون الكويت بطلاب. على طول جاني والله ولمني وحبيته وكأنه شايف واحد من أهله، يعني لأنه بصراحة كان وحيد ولم يكن أحد يعني موجود إلا الله مسعود حبيبي يمشي عليه بالخير، وباقي الإخوان المشاكين لم يتأهلوا الله يعطيهم العافية، كانوا في المدرج معه يشجعونه، يعني غير ذلك لم يكن. فلما يشوف تحت بين القنوات الأجنبية يشوف فريد، وهم متعودين على فريد وشكل فريد، يعني في نادي الرماية كل أسبوع طوال الموسم، يعني أنا دائما أكون عندهم، ف على طول حس انه كان في احد من الاهل، في احد صحيح صحيح ريحه الكويت يعني. فبعد ذلك على طول جاني، وحتى القنوات الاجنبيه قامت تجي تقول لي الله يخليك نبي، احنا انت ما عندك شيء. قلت له لا، هذا الموبايل يروح حق الكويت كلها ومن هالكلام هذا. فبالتالي حتى ترجمت، قعدت اطلع مترجم في في لقاءاته، وخصوصا في المؤتمر الصحفي ايضا اللي عقد للابطال بعد التتويج. طبعا القنوات الاجنبيه هناك قناه، مو قناه، هي خدمات سيرفيس يسمونها انترناشونال برودكاستنج سيرفيسز او بي اس، هي اشاره دوليه لدول العالم، يعني خدمه بث دولي. يعني جدا سعيدين، وترجم للسيد طبعا لرامين البطل. فيعني هذه الاجواء شفت عينك، يعني القنوات العربيه والعالميه لا والاذاعات. وعلى فكره بالصدفه كان عبد الله الطرقي لابس فنيله الارسنال، النادي الانجليزي في البريمير ليج بالدوري الممتاز حاله فواز. سألوه بالمؤتمر الصحفي، يعني هذه واحده من اللحظات الطريفه، انه ليه هل انت من مشجعي الارسنال؟ استغرب. فتذكر انه اي ولده طلال معطيه هذه التيشيرت، فيتفائل فيه، فقال ان هذا ابني يعطيه، فحبيت. فصفق للجمهور، والله يا ابو فواز لو تشوف عندما كان يعطي الستيتمنت او التصريح في المقابله مع القنوات الاجنبيه، كل الجمهور كان ساكت ويسمعون بالضبط ايش يقول عبد الله الطرقي. يعني كان بصراحه كان يوم جدا ممتع لعبد الله الطرقي، والله يعيده عليه ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. فريد دشتي، ممثل وزاره الاعلام في اتحاد اذاعات الدول العربيه، يعني مختص في تغطيه اولمبياد ريو دي جانيرو، احنا كنا سعداء جدا ان ناخذ هذا الاتصال الهاتفي على الهواء مباشره من ريو. نقول لك يعطيك العافيه على مجهوداتك اللي تقوم فيها، وان شاء الله يعني نسمع صوتك في الاحداث الرياضيه اللي موجوده في اولمبياد ريو دي جانيرو. شكرا لك. انا ارجع مره ثانيه لضيوفي الرامي الدولي مشفي المطيري، وايضا الرامي الدولي عبد الرحمن الفيحان، ارحب فيكم مره ثانيه. يعني مثل ما قال ابو علي، انجاز وايد يعني انتظره عبد الله الطرقي الرشيدي، خاصه بعد الانجازات الطويله اللي حققها، سواء في الاسياد في 2014 او في خلال مشواره الطويل، يعني والان تي في هذه المرحله
وتحقق هذا الانجاز ابو حسين؟ طبعا عبد الله الطرقي عنده جميع البطولات يعني العالميه والاسيويه والعربيه والخليجيه جميعها موجوده عند عبد الله الطرقي. صحيح. ناقصها فقط اللي هو الميداليه الاولمبيه. يعني هي يعني ميداليه انك تفوز بطوله عالم وما تفوز في الاولمبياد يعني اعتبرها غريبه على لاعب يعني مثل عبد الله الطرقي. عبد الله الطرقي مشكله حظه بالاولمبياد يعني ايش اقول لك؟ ثاني يوم اول يوم يكون متصدر وثاني يوم يبدا ينزل. يعني انا كنت خايف على عبد الله الطرقي ان اليوم الثاني ينزل مستواه. هذا الشيء كنت يعني كنت ادعي اقول ان شاء الله باذن الله عبد الله الطرقي هالمره ما تخيف باذن الله. وعبد الله ما شاء الله على عبد الله يعني صراحه يعني اليوم الثاني في اليوم الاول ياب 24 من 25 ايه في الجوله الاولى وعندنا علامه كامله 25 من 25 في الجوله الثانيه والجوله الثالثه 25 من 25 ايضا. طبعا كان المركز الثاني بعد المركز الاول اللي كان حاصد السويدي كان رامي 75 من 75. اليوم الثاني السويدي نزل وصعد عبد الله الطرقي ضغط على الميداليه ودخل الفاينل المركز الاول. طبعا الاتحاد الدولي من قبل تقريبا 3 سنوات غير في طريقه الفاينل يكون سابقا كان يكون نقاطك معاك بالفاينل يعني تاخذ نقاطك وياك بالفاينل. الحين لا اختلف مثل ما قال عبد الله الطرقي لاحظناه بالتصريح انه انا ظلمت في طريقه الجسم. ليش بوجهه نظرك يعني صار مثل هذا التعديل اللي يعني قاعد يظلم الرامي؟ يعني انك ترد مره ثانيه من الصفر كان انت ما حققت شيء. طبعا يعني الاتحاد الدولي كان يعني يحاول انه اكثر مشاهده بالتلفزيون يكون يطول الفاينل. كان الفاينل تقريبا لمده 3 ساعة وينتهي الفاينل وكل واحد ياخذ ميداليته. الحين الفاينل ياخذ تقريبا 2 ساعة 3 فاينلات كل فاينل يعني وراحه فاينل وراحه ياخذ بث. فاتحاد الدولي يعني طبعا ياخذ فلوس عليها للاهداف الماديه واطاله وقت البث. اي نعم. انا اغير قانون التاهل والوصول الى النهائي يستفيد شو اسمه الاتحاد الدولي يستفيد باي طريقه. عبد الرحمن واجهتك انت مثل هذه الامور بان انت توصل الى النهائي وترد مره ثانيه تصفر نعم العداد مثل ما يقولون؟ اي انا اذكر بطوله من البطولات رميت 123 ودخلت متصدر الفاينل. السادس كان رامي 113 فهو صار الاول وانا صرت الثالث بسبب القانون الظالم هذا اللي ندش من الصفر. اتوقع ان قالوا في بعد الاولمبياد اجتمعوا وراح يغيرون القانون هذا راح ندش 25 طبق كل واحد معه سكوره ونتائجه. بعد ال 25 طبق يطلعون الخامس والسادس. ندش فاينل البرونزيه والفضيه والذهبيه في فاينل واحد معانا كل واحد معه افريج طبقين اللي فارق عن الثاني. راح يكون معنا هذا قالوا انه راح يصير ونتمنى ان القانون هذا جدا ظالم. انت كرامي لما يعني هذا القانون موجود وتوصل الى المرحله النهائيه سبب لك ضغط نفسي؟ طبعا يعني لما تدش متصدر يعني تخلص التصفيات انت فارق عن الثاني 4 اطباق فارق عن السادس 7 اطباق تدخل الفاينل كلكم من الزيرو من الصفر. يعني عارف شخصيته وعارف يعني هو طبعا من ابطال العالم في وبطل ايطاليا في يعني عنده فضيه عبد الله الطرقي لاحظ ان الود يعني كان حتى هو يعني ابو طلال نفسه يعني ولده طلال يعني اعتقد في بكين اللي شارك هو ولده شارك في لندن طلال في لندن طلال بطل ما شاء الله. اي نعم. فاحنا كنا نتمنى يعني انه يكون طلال معانا اليوم ايضا عشان نشوف الفرحه فرحه عائله عبد الله الطرقي الرشيدي بخصوص هذا الانجاز. معانا محمد الطرقي حمد الطرقي شقيق الرامي البطل الاولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي. اخوي حمد ارحب فيك ونقول لك حياك الله معانا في فخر بلدنا واللي اليوم نحتفل احنا في هذا الانجاز اللي حققه شقيقك ابو طلال في اولمبياد ريو دي جانيرو. حياك الله معانا. الله يحييكم. طبعا يعني ودنا ناخذ منك يعني تعليق على هذا الانجاز وفرحه عائله عبد الله الطرقي الرشيدي بخصوص هذا الانجاز الاولمبي اللي مثل ما قلنا ومثل ما ذكرنا يعني انه انتظر طويلا علشان يتحقق وهو كان الانجاز الوحيد اللي مو موجود في يعني خزائن عبد الله الطرقي الرشيدي. الحمد لله لك يا رب. اول شيء هذا الانجاز الحمد لله لك يا رب اعتصم الله سبحانه وتعالى وهذا الانجاز كنا ننطره من سنين يعني. والحمد لله بفضل الله انه انجزناه ان شاء الله. اول ما سمعتوا الخبر وشفتوه على الشاشات تواصلتوا مع ابو طلال اخوي حمد؟ اي والله تواصلنا ان شاء الله
في الواتساب يعني بس ما قدرنا نكلمه. بس قلوبنا معاه يعني من اول يوم. شلون نطرح الكويت؟ شلون كانت المشاعر في البيت؟ والله لا توصف صراحه، يعني مو بس يعني مو بس بيتنا وعائلتنا، احس المشاعر في كل الكويت. يعني كل دوانيه كلهم يسالون، والفرحه يعني لا توصف. اخوي حمد، طبعا يعني مثل ما قلنا احنا الانجازات ما هي غريبه على ابو طلال عبد الله الطرقي الرشيدي، وعنده يعني يمكن في الاونه الاخيره 3 بطولات كاس عالم متتاليه، لكن هذا الانجاز الاولمبي اللي كان ينتظره ابو طلال طوال هذه السنين، شنو اللي فرق بوجهه نظرك؟ هو اللي فرق، شوف، هو احنا تعودنا يعني من سنين، يعني من 20 سنه هو كان بطل العالم. صحيح. وكانت انجازاته يعني متعدده، بطوله عالم واسيا والعرب، بس كان ناقص الأولمبية. فكانت الأولمبية كان أبو طلال ما لاحظ صراحة من 20 سنة، كل ما يوصل ما يتوصل فيه. صحيح. صحيح. فهذه لها طعم، يعني حتى لو إحنا كنا نتمنى الذهبية، وكان هو كان هالهدف الأول الذهبية، بس عاد الله ما أراد. بس الحمد لله إن البرونزية هذه فرحتنا اكثر. صحيح. من الذهبي. صحيح. تواصلكم معاه قال لكم متى راح يوصل ان شاء الله للكويت ابو طلال؟ ان شاء الله بكره ان شاء الله يوصل الساعه 7:45 ان شاء الله. ان شاء الله. والحين هو الحين طار الطياره الحين. اي طبعا اكيد بعد المسافه طويله والترانزيت الله يعينه على السفر. ان شاء الله ان شاء الله يوصل ان شاء الله، فرحنا صراحه. ان شاء الله. عموما حمد الطرقي الرشيدي احنا كنا سعداء جدا باخذ هذا الاتصال الهاتفي، كل شكر لك والف مبروك مره ثانيه، وتهانينا لاسرتكم الكريمه، وتهانينا للكويت كلها بهذا الانجاز اللي حققه فخر بلدنا عبد الله الطرقي الرشيدي. شكرا لك. ارجع لكم مره ثانيه كابتن مشفي المطيري وكابتن عبد الرحمن الفيحان، يعني الان بدنا نعرف شلون كان المشاركه، مشاركتكم انتم بالاولمبياد، ناخذ يعني تفصيل اكثر عنها عبد الرحمن. طبعا مشاركتنا كان عندنا معسكر في روما قبل الاولمبياد في تقريبا 3 اسابيع، رحنا في روما قعدنا اسبوعين، انتهى المعسكر، بدات خطتنا للاولمبياد، طرنا من روما الى ريو. قعدنا تقريبا اسبوعين نتمرن في ميادين الاولمبياد. طبعا تراب احنا اول ناس بلشنا في البطوله انا واخوي خالد المضف، الحمد لله نافسنا، لكن صار عندي دروب في جوله بسبب الهواء، 3 جوله رميت فيها 20. اخوي خالد المضف ما قصر، كان قريب من الفاينل، انا كان طبقين على الفاينل، اخوي خالد المضف طبق على الفاينل، الحمد لله عوضنا ابو شاير وعوضنا ابو طلال بالميداليات الحمد لله. طبعا يعني احنا نعرف الان يعني هناك في نصف الكره الجنوبي، نصف الكره الارضيه الجنوبي الان يعتبر شتاء عندهم. تغير الاجواء منكم تروح على طول خلال يوم ويومين من صيف الى شتاء، هذه ايضا تاثر على اداء الرامي عبد الرحمن؟ طبعا احنا اللي شوي يختلف معانا فرق التوقيت، يعني فرق توقيت البرازيل عن الكويت تقريبا 6 ساعات. صحيح. فشوي اختلفت علينا النوم على الاكل، فخذينا 4 ايام 5 ايام على ما تعدلنا، وكانت الاجواء هناك مو حاره ولا بارده، كانت ربيعيه، كانت مناسبه للرمي، الحمد لله توفقنا في الاجواء. التنظيم بصفه عامه شلون كان بوجهه نظرك؟ التنظيم والله كان ممتاز في الاولمبياد، المواصلات، النقل، التنظيم، البطوله، كل شيء كان ممتاز، الحمد لله من انجح الاولمبياد اللي صارت في العالم. التفاعل ابو حسين، تفاعل الشركات، يعني يمكن احنا كنا قاعد نتكلم قبل شوي عن تفاعل الشركات ورجال الاعمال في الكويت، تعتقد انه شوي نوعا ما في هناك تقصير ب والله انا اشوف في انا صراحه اشوف في تقصير كبير جدا. تخيل لو الرامي عبد الله الطرقي او الرامي فهد دحاني في دوله ثانيه، دوله مجاوره، شو تتوقع؟ اتوقع شيء خرافي، انا اقول لك اتوقع شيء خرافي. انا اقول لك ما قص، في ناس يعني قدموا وجزاهم الله خير، وهذا شيء يعني نابع من وطنيتهم، لكن في ناس يعني نتمنى ان شاء الله انهم يعني يدعمون الرماة وانهم ما يقصرون معاهم، لان هي فرحه كويتيه، وهذا شيء يعني يخليك تكريم اللاعب يخليك فرحه ازود. شو رايك بردود الفعل من الكويتيين والمواطنين هنا في الكويت وكل المقيمين في على ارض هذا البلد الحبيب،
وتفاعلهم مع هذا الإنجاز اللي تحقق؟ طبعا أنا بالنسبة لي أنا يمكن مصروفات التلفون زادت عن الشهر لأن يتساءلون شلون الفاينل، شلون بعد شوي، شلون عبد الله الطرقي أو فهد الدحاني شلون راح يتأهل، شلون، وكل واحد يسأل بعد. أنت المحلل الفني دائما في بطولات الرماية عندنا في القناة. فهذه هي يسألون شنو الطريقة، شلون راح يرمي عبد الله الطرقي، شلون راح يرمي فهد الدحاني. فكنت دائما أجاوبهم عن إنه راح يسوي كذي، راح يسوي كذي، راح يسوي كذي، وكنت دائما أطمنهم يعني إنه عبد الله وفهد الدحاني انا متاكد صراحه، كنت داخلي متاكد ان في ميداليه اولمبيه، وفهد الدحاني كانت هي اول ميداليه، فقلت اكيد عبد الله الطرقي راح يجيب ميداليه. بس انا كان خوفي اليوم الثاني يعني، لان عبد الله الطرقي في الاولمبياد السابق اليوم الثاني نزل، ففارق طبق او طبقين عن الميداليه. لكن من دخل الجوله اللي هي السادسه، لا الحين صار عبد الله الطرقي متصدر هذه البطوله. وعبد الله الطرقي طبعا يمكن اللي ما يعرف عبد الله الطرقي، انا ودي اتكلم عن عبد الله الطرقي. عبد الله الطرقي بسيط جدا في تعامله مع اي شخص. صحيح. يعني ما تدري صراحه لو يقعد معك مستحيل تقول هذا هو بطل العالم ولا يعني حاصل على ميداليات يعني ما شاء الله كثيره، ما تصور ان هذا الانسان بطل، ولكن هو بسيط في تعامله ولكن كبير بحجمه. هذا عبد الله الطرقي صراحه انسان، وكذلك فهد الدحاني يعني هم بعد تعامله مع الناس وكبير بافعاله. والنعم فيهم كلهم. عبد الرحمن، شو الفرق بين البطولات العالميه اللي شاركت فيها والبطولات اللي سواء على مستوى الخليج، العرب، اسيا، وبين الاولمبياد؟ طبعا الاولمبياد حلم كل رامي انه يشارك في الاولمبياد او يحصل على مقعد. شاركت في بطولات العرب، الخليج، آسيا، العالم. كانت تجربة الأولمبيات لي من أفضل التجارب. كانت بطولة قوية، كانت مثل ما تقول صفوة الرماة هم اللي تأهلوا للأولمبيات. كانت منافسات قوية، كان الرماة تجهيزهم غير، الإعلام، الجمهور، يعني تخيل وراء كل جولة مدرج مليان من الجماهير، مع كل إصابة يصفقون، عكس البطولات اللي تصير بالعالم ممنوع التصفيق، ممنوع الا في الاولمبيات ما يقدرون يسيطرون على الجمهور. فكانت تقول حماس، كانت منافسه حلوه. عموما احنا يعني ما زلنا في هذا الحماس، وفي ما زلنا في فخر بلدنا وافتخارنا حقيقه في الانجازات اللي تحققت في الرمايه الكويتيه في اولمبياد ريو دي جانيرو، واللي حققها سواء الرامي العالمي فهد الدحاني او الرامي العالمي عبد الله الطرقي الرشيدي. طبعا ناخذ فاصل قصير نريح فيه، ومن ثم لنا عوده لاكمال الحديث عن هذا الانجاز. ومن ريو اهدي هذا الفوز الى حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، والى ولي عهده الامين الشيخ نواف، وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب الكويتي كافة. كما أهدي هذه الميدالية لأخي سعادة الشيخ سلمان العمود وزير الشباب على دعمه اللامحدود لوصولي ولحصولي على هذه الميدالية، وبفضل الله ثم فضله من بدأت الرماية إلى اليوم هذا. وكل الشكر لأخي الشيخ أحمد المنصور مدير الهيئة على دعمه اللامحدود لوصولنا لهذا الإنجاز، وجميع العاملين بالهيئة العامة. كما أشكر رئيس نادي الرماية الأخ دعيج العتيبي وجميع الأعضاء وجميع العاملين بالنادي لدعمهم لي، وكل الشكر لهم. وأقول هذه الميدالية ليس لعبد الله وحده، ولكن لأهل الكويت جميعاً، وكل الشكر لكل من دعا لي في هذا الإنجاز. والسلام عليكم من ريو إلى الكويت. رحب فيكم مرة ثانية مشاهدي الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم وحلقة فخر بلدنا اللي نسلط الضوء فيها على الإنجاز الثاني اللي تحقق باسم الرياضة الكويتية ورياضة الرماية الكويتية بالتحديد عبر الرامي الدولي الرامي الأولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي، وحصوله على برونزية مسابقة السكيت.
على طاري السكيت والتراب ودلو التراب وايد يسألون في يعني مسابقة منهم أسهل من الثانية ولا كل واحدة لها صعوبتها؟ طبعا هالسؤال هذا دائما ينطرح، ممكن آخر سؤال سألني اللي هو مطر الشريكة رشيدي هو أسألني سؤال قبل تقريبا ساعة، منو الأصعب؟ التراب، دبل تراب، سكيت، كل لعبة فيها صعوبة ممكن تحصل فيها سهولة. أعطني شرح مبسط حق اللي ما يعرف شلون يعني مثلا الأطباق. ما عندك في السكيت، السكيت هي الأبراج، لعبة الأبراج اللي يطلع الطبق من البرج اليمين وفي برج يسار يطلعون متعاكسين، هذه لعبة السكيت. لعبة الدبل تراب هي من الحفرة طبقين يطلعون طبعا اتجاه واحد. عندك التراب اللي هو من الحفر طبق واحد لطلقتين بس غير معروف الاتجاه، هذه هي الفرق بين اللعبات. طبعا سكيت فيها صعوبة ولكن فيها مكان يعني معين فيه سهولة، ولكن هي صعبة. دبل تراب نفس الحكاية، اللي تراب نفس يعني كل واحدة لها سهولة، لكن المجموع انهم كلهم صعبين وكلهم متساويين. شو رايك بالكلام هذا؟ طبعا ابو حسين كابتن اللي قاله صح، لكن عندي يعني من ما تقول وجهة نظر. انت بتراب طبعا، انت بتراب. رامي تراب، كل رامي يقول رمايتي هي الاصعب. يعني لو تقعد مع رامي دبل تراب قال لك انا رمايتي الاصعب، لو تقعد مع رامي سكيت قال لك رمايتي انا اصعب، لو تقعد مع رامي تراب انا رامي تراب اقول لك تراب هي الاصعب. لكن مثل ما تقول سكيت سهل انك تجيب سكور عالي، لكن صعب انك تدش فاينل، هذه صعوبتها، انه سهل توصل تعدي ال 120 لكن صعب انك تدش فاينل لان سكورات كلها عاليه. التراب العكس، صعب انك تجيب فاينل رقم عالي وسهل انك تدش بالفاينل. الدبل تراب نفس الطريقه، كل لعبه فيها صعوبه، كل لعبه يعني صعبه. عموما خلنا ناخذ هذا الاتصال مع الاخ عبد العزيز القطوان، وهو احد اقرباء اللاعب عبد الله الطرق الرشيدي. اخوي عبد العزيز راح فيكم نقول لك مساك الله بالخير. السلام عليكم، مساك الله بالنور، يعطيكم العافيه. بس عندي تصحيح، ابو طلال صديق والله مو قريب، ونتشرف بالقرب منه. والنعم فيكم، والنعم فيكم. احنا نبارك للقياده اولا، ونبارك لكم وللشعب كله بخصوص هذا الانجاز. من اول هيد الدحاني وبعده ابو طلال شرفونا، فارات كثيره مع ان للاسف ما كان تحت العلم الكويتي، وان شاء الله بالسنين الجايه يكون انجازات اكثر وكلها تحت علم الدوله باذن الله. ان شاء الله ملحوقه ان شاء الله، وتتصحح الاوضاع ويعني تصحح الامور وتعود الرياضه الكويتيه لعهد سابق عهدها. اخوي عبد العزيز، شنو شعوركم انتم اكيد في الديوانيه كنتوا تتابعون ابو طلال؟ والله الشعور يعني هذه فرحة ما هي صعب الواحد يوصفها، بس بالأخير إنه يوم أو يومين أو ثلاثة بس قاعدين نتكلم عن هالموضوع، وبغض النظر عن الفرحة هذه، أي فرحة أي شغلة تكون دينا للبلد، تشريف أحد رفع اسم البلد دائما يوم يومين ثلاثة إلى تاخذ مدة وأنت فرحان بهالإنجاز. أنت من هواة الرماية وتمارس الرماية ولا بس مجرد يعني متابع لرياضة الرماية أخوي عبد العزيز؟ أنا والله مو متابع لها حيل، أنا أمارس رماية بالنادي قبل ووقفت، صار لي مدة واقف، ونفس الوقت يعني ما كنت أتابعها إلا بالش اسمه يعني بطولات القارية مثل الأولمبياد، أما باقي البطولات للأسف يعني ما تنقل عندنا. عموما اخوي عبد العزيز قطوان، احنا كنا سعداء جدا اخذ هذا الاتصال هاتفي عشان تقدم تهانيك وتبريكاتك لعبد الله الطرق الرشيدي ولرياضه الرمايه الكويتيه والرياضه بكل عام. طبعا ارجع مره ثانيه للكابتن مشفي وكابتن عبد الرحمن. طبعا خل نروح الى يعني رؤيه الرمات الكويتيين في القادم من المسابقات، وخاصه بما ان رياضه الرمايه بالتحديد هي الرياضه الكويتيه الوحيده اللي قاعد تحقق الانجازات الاولمبيه. طبعا الرمايه الكويتيه احنا يعني من هذه لعبتنا، احنا يعني لعبتنا الشعبيه اللي كل يعني القناص ويعني طلعات البار، فيعني هذه لعبه متوارثينها، فاكيد يعني طورناها ودخلنا النادي، وهذا شيء يعني
يعني النادي يحسب له ان الاداره لها عندها استراتيجيه وعندها يعني تطوير لهذه اللعبه، وهذا اللي خلى الرمايه الكويتيه تكون يعني بمصاف العالميه، شيء مو غريب يعني على يعني نادي الرمايه والرماة انهم يكونون من ابطال العالم، يعني الشيء المو غريب ان نكون احنا في يعني في اقل مستوى في الرمايه. هذا شيء غريب عندنا، يعني عبد الرحمن لما ينافس مثلا ينافس في بطولة المحلية قاعد ينافس بطل العالم، فهد دحاني ينافس مشفي، عبد الله ينافس زيد، يعني كلها أبطال، كل الناس يعني كل واحد ينافس الثاني، وبعدين نطلع البطولة كلهم يكون يعني مستواهم يعني يأهلهم في لبطولات العالم. وهذا يخلينا عبد الرحمن يعني إن كسر حاجز انك تقابل ابطال عالم، بحيث ان انت يعني سبق لك مواجهه ابطال عالم في الكويت عندك، لان انت عندك صح يعني زملائك صح المنافسات عندنا في الكويت قويه. كل رماة الخليج ورماة العرب يتمنون انهم يشاركون معنا بطولات الكويت، يقول نسالهم ليش؟ يقول يعني ما شاء الله كلكم ابطال عالم، لما ندش نتمرن معاكم ونكتسب خبره وبطولاتكم وكذا وجميع رماتكم قوية. يعني لما ادش انا منافسات تراب معي الرامي خالد المضف، معي الرامي ناصر المغلي، معي الرامي فهيد الديحاني، كلهم أبطال عالم وأبطال أسياد، والحمد لله كل إنجازات عندنا. فتصير عندنا بطولات حماس كذلك في الدبة تراب، يعني بالدبة تراب أنا أسميهم الثلاثي المرعب، فهيد الديحاني ومشفي المطيري وحمد العفاسي، في 3 سنين ما حد قدر يتغلب عليهم في العالم. فلما تشوف منافساتهم بالكويت تستمتع أن عندك فريق أنا أسميه الفريق الذهبي، أنه موجود كويتيين وقاعد يرمون هالنتائج، فدائما يتمنون ان يشاركون عندنا جميع الرماة. خلينا ناخذ هذا الاتصال ايضا مره اخرى من احد المتابعين، وهو الرامي السعودي عبد العزيز العملان. اخوي عبد العزيز ارحب فيك ونقول لك مساك الله بالخير. مسيك بالنور ويا مرحبا ومسهلا. حياك الله معانا في هذه الحلقه الخاصه لتسليط الضوء على فخر بلدنا، سواء الرامي الاولمبي فهد الدحاني او الرامي الاولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي. رحب فيك، كلمتك في هذه المناسبه اخوي عبد العزيز. الله يبقيك ويبارك فيك، كلمتي طال عمرك فخر اولا مو هو لكم يا الكويتيين لحالكم، فخر للخليجيين وفخر صحيح. للعرب وفخر للمسلمين حقيقه، الاخوان رفعوا رؤوسنا وبيض الوجه، والانجاز هذا انجاز حقيقه يرفع الراس. وبهالمناسبه ابارك رئيس الدولة أولا والأخوان الكويتيين، وأبارك للخليجيين كافة وللعرب والمسلمين، فالإنجاز حقيقة إنجاز يرفع الرأس وشيء يفخر فيه كل خليجي. أخوي عبد العزيز تفضل، طال عمرك تفضل. اللي سواه يعني شيء مو سهل مو عادي. شلون كانت ردود الأفعال في أوساط الرماية السعودية لهذا الإنجاز اللي حققه سواء فهد الدحاني أو عبد الله الرشيدي؟ الاخوان فهد والاخ عبد الله حقيقه سووا شيء يرفع رؤوسنا وفرحتنا حقيقه ما تصورها، كان السعوديه كانها جايبه ميداليه ذهب، يعني حصولهم على هالميداليات فخر لنا كلنا، شيء يعني يرفع الراس، ويعني مستواهم ما يحتاج يعني على مستوى العالم، واللي صار هذا يثبت كلام الناس كلهم. بالنسبة لنا الرماة حقيقة فرح شيء ما تصدقه أخوي فرمي، فحقيقة نفتخر فيهم ونتمنى إحنا نشارك معاهم حقيقة، لأن مستواهم مستوى عالمي، فوفقهم الله وبارك الله فيهم وارفعوا رؤوسنا، والله يقويهم إن شاء الله ويهنيهم ومنها الى اعلى ان شاء الله. اللهم امين. الرامي السعودي عبد العزيز الهملان، كل الشكر لك على هذا الاتصال الهاتفي والكلمات الجميله بحق ابطالنا الكويتيين وحق رمايه الكويت، شكرا لك مره ثانيه. نتواصل معاكم مره اخرى مشاهدينا، ما زلنا متواصلين وهذا اللقاء، وايضا يعني قبل لا اكمل حديثي مع الرامي الدولي مشفي المطيري او الرامي الدولي عبد الرحمن الفيحان، يعني العديد من الاماكن في الكويت يمكن شفناها تزينت بصور أبطالنا، خلينا نشوف بعض اللقطات ومن ثم نلعب. هنا أصبح المجدون
بيت كلنا يا غلانا وامنا يا لك ابو حسين وابو دلال. يعني يمكن نشوف الابراج شلون تزينت بصور ابطالنا الاولمبيين، يعني مو بس الابراج ترى، يعني هذه اللقطه يعني من عده اماكن، سواء في البنايات الشاهقه اللي موجوده في مدينه الكويت، في المولات. ايش رايكم بهالبادره هذه؟ والله صراحه بادره طيبه. انا تكلمت مع يعني المدير اللي سوى العملية هذه أمس، قبل أمس تكلمنا معه وشكرنا، صراحة بادرة طيبة، وصراحة نتمنى أنها يعني ما توقف مع كل إنجاز يفرح الكويت، أن نشوف مثل ما صار مع فهد دحاني يصير مع يعني شخص آخر، وإن شاء الله عادة ما تنقطع لهذه البادرة الطيبة. احنا ودنا نتقدم بالشكر للأخ مبارك عبد العزيز مدير مبارك عبد العزيز. يعني صراحة احنا كان ودنا ان يعني ان نحصل على اساس ناخذه في اتصال هاتفي، وعلى يعني نشوف يعني البادرة هذه اللي دائما حقيقة ابراج الكويت خاصة في حلتها الجديدة منذ الاعياد الوطنية، واحنا نشوف دائما تتفاعل يعني مو بس في هذه الانجازات المحلية، ايضا في كل الاحداث العالمية اللي قاعد تصير حول العالم نشوف الابراج قاعد تتزين وتحط هذه الصور الجميلة. عبد الرحمن يعني هذا يعطيك دافع ان في يوم من الايام ان نشوف صورتك ان شاء الله. طبعا هني. طبعا يعني البطل فهيد البطل عبد الله يعني هذا اقل ما يقدم لهم ان يحطون صورهم على الابراج ويدعمونهم. بعد نبي اكثر، نبي يعني يكون لهم شوارع باسمهم، يكون لهم دعم اكثر، يعني ابطال وشرفوا البلد في اكثر من محفل. الان لو نروح لمنافسات الدبل التراب اللي انت شاركت فيها في التراب عفوا اللي شاركت فيها، منو اتصال مع منو مخرجنا؟ موجود حصلته. اي زين، جزاك الله خير مخرجنا مالك اسد مبارك عبد العزيز مدير ابراج الكويت، راح فيكم نقول لك مساك الله بالخير معنا. مساك الله بالخير فواز، امسي عليك وعلى الاخوان اللي عندك وعلى المشاهدين، حياك الله معنا. طبعا احنا يمكن قبل لا ناخذ اتصال قاعد اقول يعني ودنا ان ناخذك، وزين حصلناك ما شاء الله، يعني مخرجنا كان سريع في الاستجابه لهذا النداء مثل ما يقولون، وما هي غريبه على يعني اداره ابراج الكويت في الاونه الاخيره، خاصه بعد يعني تزويدها بهذه الاضاءه اللي بالامكان ان تكون شاشه عملاقه، مثل هذه المبادرات اللي قاعد تقومون فيها، تكلمنا عنها استاذ مبارك. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكركم على هذه المشاركه، ومنها نهني الشعب الكويتي بفوز البطل الكويتي عبد الله الطرق الرشيدي، نقول له مبروك وتستاهل وما قصرت، كفيت ووفيت. شاركت ايضا اخوك فهد الديحاني بالانجازات، وهذه ما هي غريبه عليكم، تاريخكم حافل بالانجازات، هذا اقل شيء ممكن نقدمه حق اخواننا، اقل شيء ممكن نقدمه حق الابطال. لو بيتنا نحط برج باسم فهد الديحاني وبرج باسم عبد الله الطرقي، اقل شيء ممكن ان ندعم اخواننا اللي للامانه يعني ما قصروا في الاولمبيات، رفعوا اسم البلد رغم الظروف اللي مروا فيها، رغم المعاناه اللي كانوا يعانون منها، لكن بالنهايه نقول هم مشكورين، ما قصرتوا، هذا اقل شيء ممكن نقدمه لكم. انتم ابطال من قبل لا تحققون، واثبتوا انكم ابطال. احنا اخوي مبارك يعني حقيقة نثمن دور الابراج اللي تفاعلها مثل ما قاعد اقول حق الاخوان هنا، ليس فقط على الاحداث المحلية والانجازات المحلية، ايضا انتم يعني قاعد تتفاعلون من جميع الاحداث الدولية اللي قاعد تصير في مختلف اماكن العالم. والله بفواز اول شيء هذا يعني توجه ادارة المشروعات انها تكون حاضرة في كل سواء المحافل الوطنية للدول الشقيقة والدول الصديقة، وخصوصا على مستوى المجلس دول مجلس التعاون. ايضا كان في مشاركات لنا حتى للمبدعين على صعيد قبل فتره تقريبا قبل رمضان، كان في تكريم من وزاره الشباب المبدعين بشتى المجالات سواء على المجال الفني والمجال العلمي، كان في هناك مساهمه مننا، حطينا صور المبدعين على ابراج الكويت وتهنئه من اداره المشروعات. ايضا في المحافل الأولمبية اللي قاعد نشوفها الأيام مثل اليوم، مثل الأيام اللي طافت حق أخوي فهد واليوم حق عبدالله الطرقي، كنا نتمنى للأمانة التسع مشاركين يحققون، وللأمانة نتمنى أن يكون يعني نكون على الأقل قدمنا شيء في حق هذول الأبطال، وإن شاء الله القادم أفضل، نقول حق اللي ما حالفهم الحظ. وبالنسبة لأخوي فهد وعبدالله الطرقي نقولهم إن شاء الله القادم
افضل ما انتم عليه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ مبارك عبد العزيز مدير ابراج الكويت، احنا كنا سعداء جدا باختطاف اتصال هاتفي، نقول لكم يعطيكم العافيه على مجهوداتكم اللي تقومون فيها، والصوره المشرفه والصوره الحضاريه الجميله اللي قاعد تظهر فيها ابراج الكويت، خاصه بعد توقف طويل خلال السنوات الماضيه وعودتها مره اخرى لاستئناف عملها. شكرا لك اخوي مبارك. اذا مشاهدينا ناخذ فاصل ومن ثم لنا. أرحب فيكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ما زلنا نعيش هذه اللحظات الجميلة بإنجازات فخر بلدنا في الرماية الكويتية، إنجازات فهد دحاني وإنجازات عبدالله الطرقي الرشيدي. ودي أخذ هذا الاتصال أيضا لأحد المهتمين في رياضة الرماية واللي وده يهني، وهو المهندس أحمد المويزري. باشمهندس أرحب فيكم، نقول لكم مساك الله بالخير. السلام عليكم، مساك الله بالنور. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيكم العافيه على هذه التغطيه الجميله. الله يعافيك، الله يعافيك. مشكورين ويستاهلون ابطالنا. يستاهل الطيب. كلمتك باشمهندس بهذا بره. الانجاز اللي تحقق سواء عن طريق فهد دحاني او عن طريق عبد الله الرشيدي. دخلت كل بيت فرحه، دخلت الكويت، بحيث ان سبحان الله ابطالنا دائما يشرفونا بكل موقف وكل محفل. والله يديم علينا البطولات والفرح والسعادة، والحمد لله أولا وأخيرا على هذا الفضل. اللهم آمين. اللهم آمين. شنو كلمتك لفهيد دحاني وعبد الله الطرقي؟ والله أخوي فهيد وأخوي عبد الله نعم الله عليهم وكثر الله خيرهم وبيض الله وجيههم على هالمجهود الطيب وعلى هالفرحة اللي دخلوها على قلوبنا. والله على قلوبهم يعطيهم العافية، والجايات إن شاء الله أكثر والبطولات إن شاء الله أكثر، ودائما الكويت هذا ديدنها، دائما بطولات ودائما انجازات، هذا عنوانها دائما. صحيح. مهندس احمد المويزري كل شكر على هذا الاتصال وتقديم التهاني سواء لفهد دحاني او عبد الله الطرقي الرشيدي، شكرا لك مره ثانيه باشمهندس. ارجع مره ثانيه ابو حسين، كابتن مشفي مطيري وكابتن عبد الرحمن فيحان، اليوم يمكن الكل يعرف وشفنا في وسائل التواصل الاجتماعي وايضا عبر العديد من القنوات وصول الرامي الذهبي فهد دحاني في قاعه التشريفات، وشفنا العدد المهول ما شاء الله من المستقبلين اللي كان موجود. صح. انا راح اخذ يعني ارائكم في هذا الاستقبال الجماهيري، ايش رايك فيه؟ طبعا هو استقبال كبير للرامي الاسطوره فهد دحاني صراحه، يعني كنت يعني انا كنت ما كنت متوقع هالعدد صراحه، ترى في ناس يعني كانوا خارج القاعه وكانوا ينطرون يعني شيء طيب، وهذا يعني دل على ان الكويتيين فرحانين في هذه الانجاز. انت كنت موجود؟ موجود انا عبد الرحمن، دخلت له الطياره والله وسلمت عليه وباركت له، ما قدرنا نطلع من الباب اللي ينزل من الدرج من المطار بسبب الجماهير اللي ما شاء الله مسكره القاعه، نطرنا كان موجود الشيخ سلمان بصباح وزير الاعلام وزير الشباب، طلع بسرعه وراح للاستراحه، لكن ما قدرنا نطلع ما شاء الله من الجمهور، قعدنا يمكن خمس دقائق لين سحبوا وخذوا فهد غصب طلعوا واحتفلوا فيه ما شاء الله، واحنا طلعنا لنا شويه هدوا ورد لنا ابو سعيد. يعني حتى يمكن انت رحت للبيت؟ اي رحت للبيت. شلون المعنويات مثل ما يقولون في هذا الاستقبال من هو؟ يعني الاجواء حلوه عنده في البيت وكلهم مستانسين وفرحانين، وباكر ان شاء الله بنروح البطلال كذلك بنستانس وبنفرح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا نوعدكم ايضا مشاهدينا من خلال قناه كويت سبورت ومن تلفزيون دوله الكويت ان لابد ان راح تكون هناك حلقات خاصه بضيافه هؤلاء الابطال سواء فهد دحاني او عبد الله الطرقي الرشيدي، والحديث ان شاء الله من خلال يعني احد البرامج في قناه سبورت، حديث مطول ان شاء الله راح يكون على هذا الانجاز الاولمبي سواء بالذهب او بالبرونز. لكن خل نروح لي يعني مستقبل رياضة الرماية الكويتية، يعني أنت الآن أبو حسين وصلت إلى مراحلك الأخيرة وأعلنت اعتزالك اللي الحمد لله. أنا طبعا كتاب اعتزالي الحين موجود في الهيئة وإن شاء الله يعني اليومين قادمين إن شاء الله بإذن الله يتوقع الكتاب. طبعا الرماية ما شاء الله يعني في عندنا ناشئين وعندنا يعني مستقبل لهم مثل يعني رامينا عبد الرحمن الفيحان، من هذا يعني يعدونه ان شاء الله الى بطل اولمبي ان شاء الله باذن الله، وفي طلع ابطال ولد عبد الله الطرقي الرشيدي طلال، وانا بعد كذلك عندي ناصر ولدي بعد هم بعد يعني
داش بالخط، وان شاء الله يوفقهم. لا في في يعني في استراتيجيه موجوده للنادي، ويعني يحاولون انه يطلعون فريق ثاني وثالث ورابع، يعني يحاولون انه الانجاز ما يتوقف، وهذا شيء يعني يحسب لهم صراحه. يعني عضو يعني رئيس مجلس اداره دعيج العتيبي والاداره يعني مو مقصرين بهذا الموضوع. احنا يعني على طاري طلال كان ودنا انه يكون معانا في متواجد في الاستوديو او من خلال اتصال هاتفي، لكن ظهر من ضغط الاتصالات وهذا ما قدرنا نوصل له، لكن احنا ايضا نبارك له ونبارك لاسرته الكريمه هذا الانجاز اللي حققه والده. خلينا ناخذ هذا الاتصال هاتفي مع محمد مزيد مدير منتخبات الرمايه في نادي الرمايه. اخ محمد ارحب فيكم واقول لك مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والرضا وحياكم الله، والف مبروك للكويت كلها على الانجاز الغير مسبوق. ابقاك الله. شنو ردود فعل نادي الرمايه؟ هذا النادي صاحب الرياضه الوحيده في الكويت اللي حققت الفخر والمجد الاولمبي. طبعا الحمد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وفقنا السنه. يمكن الكل يدري ان اول ذهبيه بتاريخ الكويت، وكذلك اول برونزيه لعبد الله الطرقي. الحمد لله الكل عارف الظروف اللي مرت فيها الكويت والرياضه الكويتيه، والحمد لله يعني احنا كنا في معسكرات تدريبيه قبلها، وتعرفون الظروف والضغط الاعلامي وانتم تدعمونهم او ما تدعمونهم والموضوع اللي صار كله، لكن بفضل الله انا واحد من الناس واقول شهادة حق والكل يسمعني. احنا قبل رمضان شهر كامل كنا في ايطاليا، ردينا قبل رمضان بيوم وسافرنا ثاني يوم العيد، يعني عيدنا مع اهلنا ثاني يوم العيد العصر احنا طايرين ورحنا ايطاليا مره ثانيه، وعسكرنا شهر كامل من فضل الله، جهزناهم وتاكدنا من كل اجراءاتهم وطاروا للبرازيل، وحنا ردينا يعني والحسره ماليه قلوبنا ان ما قدرنا نشارك معاهم كوقت رسمي وكمسؤولين، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى انصفنا وانصف كل الرياضيين الكويتيين بهالانجاز الغير مسبوق من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حيث بيضها وربعه كلهم ما قصروا برغم كل الظروف اللي مرت عليهم، والحمد لله انتم شايفين اليوم الفرحه مالت الكويت كلها الحمد لله. صحيح اخوي محمد، طبعا خلاص المنافسات الرمايه انتهت، جميع المتسابقين الكويتيين اللي موجودين هناك خلصوا كلهم؟ اي نعم طال عمرك، لان كانوا ثلاث لعب تراب اخر وقت كان عبد الله الطرقي وسعود حبيب، فالحمد لله خلصوا ان شاء الله، وبكره باذن الله عبد الله الطرقي جاي الساعه 7 او 7 ونص المغرب ان شاء الله باذن الله. مع عبد العزيز حبيب؟ سعود حبيب. سعود حبيب عفوا، عبد العزيز. نعم راح يكونوا موجودين. راح تصير نفس العمليه اليوم ولا راح شوي تكون اكثر ترتيبا؟ لا والله طبعا اكثر ترتيبا، انت شفت اليوم الوضع خرج عن السيطره، الجماهير دشوا علينا، وحتى البرنامج اللي كنا مسوينه كلجنه منظمه انعفس كله من اول لاخر، لكن باكر نتمنى باذن الله تعالى بالتنسيق مع اخواننا في وزاره الداخليه ووجه لهم رساله شكر وتحيه، وامن المطار والطيران الكويتيه كلهم ما قصروا صراحه. ان شاء الله باذن الله تعالى راح يكون تنظيم اكثر ان شاء الله. ان شاء الله اخوي محمد، بعد وصول ان شاء الله ابو طلال وخلال الايام القادمه، في هناك نيه لاقامه احتفاليه من خلال نادي الرمايه الكويتي؟ طبعا 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 راح يكون في حفل ان شاء الله تكريم لهم باذن الله تعالى. تبينت معالمه متى وقته ولا لحد الان؟ لا والله لحد الان ما تم استماع ولا اغر الموعد، لكن ان شاء الله راح نجتمع قريب باذن الله تعالى، واللجنه الفنيه العليا راح تجتمع وراح يغرون اليوم والمكان ان شاء الله اللي راح يكون فيه تكريم الابطال باذن الله تعالى. ان شاء الله. الكابتن محمد مزيد مدير منتخبات الرمايه كل الشكر لك، يعطيك العافيه والف مبروك على هذا الانجاز. خل نروح للنظرة المستقبلية للرماية الكويتية. عبد الرحمن، وين تشوف ماشية الرماية الكويتية وشنو أهم الاستحقاقات القادمة إن شاء الله اللي عندكم؟ والله عندنا الحين إن شاء الله الموسم راح يبلش في أول شهر 10، طبعاً موسم الرماية الكويتية من أول المواسم يعني كبطولات واستحقاقات، عندنا بطولات آسيا في أبو ظبي في الإمارات آخر شهر 10، عندنا البطوله العربيه اعتقد دوره الالعاب العربيه راح تكون في قطر، عندنا البطوله العربيه احتمال تكون في المغرب، يعني عندنا استعدادات قادمه ان شاء الله وراح نستعد لها ونبلش لها ان شاء الله. وين تجد يعني المستويات في العرب المقاربه والخليج والمقاربه للرمايه الكويتيه؟ والله رماه الخليج والعرب ابطال، عندك رماه الاماراتيين القطريين السعوديين المصريين كلهم ما شاء الله اصحاب انجازات وينافسونا. الان نشوف يعني الرمايه الكويتيه خاصه من خلال البطولات القادمه، تشوف انت الاستعدادات دائما تكون حد كابتن مشوي، ليش ما نشوف يعني استعداد طويل يكون؟
يؤهل فيه الرامي؟ والله شوف انت تتكلم عن نادي الرمايه يعني، لان انا يعني في نادي الرمايه، نادي الرمايه بالعكس يستعد قبل شو اسمه قبل ويكون دائما احنا من بطوله في بطوله، يعني من يعني من دوله الى دوله ومحليه، بطولات المحليه يمكن ما شيء ما يعرفونه ان البطولات المحليه عندنا في الكويت يشاركون فيها ابطال العالم من كل الدول، يعني تخيل يضبط جدوله على بطوله الكويت، مثل عندنا بطوله دوليه بطوله الكبرى اللي هي بطوله حضره صاحب السمو من الولاد، تلقاهم متواجدين فيها يعني ابطال العالم في اللعبه، يعني مطعمين، تلقى ثلاثه اربعه في كل لعبه، في كل لعبه من الالعاب مطعمين، فتصير المنافسه قويه، يعني شيء يعني الحمد لله هذا يعني يخلي الابطال اللي عندنا يركزون في كل البطولات. تشوف في اقبال من جيل الشباب الصغار على الرمايه من خلال وجودك في النادي، من خلال متابعتك لهم؟ والله طبعا سنه 99 كان الاقبال على نادي الرمايه كان قليل، لكن بعد ال 2000 اللي هي بطوله الفهد الديحاني الاولمبيه زاد الاقبال، وصار في هناك يعني في رامي 2000 مثل مدرسه رامي 2000، بعدين تطورت الى مدرسه الرمايه، يعني كان كل مره يزيد العدد، نحتاج الى مثلا يعني نادي الرمايه يحتاج الى يعني مدربين اكثر، ويعني صراحه بعض الجمهور لما يجي نادي الرمايه من الضغط ما يحصل يعني مكان يرمي فيه، يعني هذا شيء طيب، وخاصه في ظل المنشأة الجميله طبعا. احنا الحمد لله نفخر ان عندنا يعني نادي مثل نادي الرمايه باسم حضره صاحب السمو امير البلاد، هو يعني من ارقى الميادين على يعني وجه الارض، من يعني خلينا نقول من افضل الميادين في العالم ك يعني كقياسات كتجهيزات كل شيء متوفر، كل شيء نادي شامل للعبات الرمايه. عبد الرحمن قبل لا اختم لقائنا هذا، وين تشوف عبد الرحمن فيحان في السنوات القادمه؟ باذن الله اوعدكم ان شاء الله القادم اجمل، راح تكون البطولات القادمه ان شاء الله فيها منافسات، وراح نحرز النتائج ان شاء الله والوعد في طوكيو 2020 باذن الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا قبل لا اختم الحلقه يعني اتقدم بالشكر لجميع رياضينا اللي شاركوا في اولمبياد ريو دي جانيرو، نقول مبروك لابطالنا الاولمبيين، ونقول هارد لك للي لم يحالف الحظ، لكن هي تجربه، ومجرد الوجود في الاولمبياد هي بحد ذاتها انجاز للاعب بان يصل من خلال تصفيات بطولات مختلفه ويصل الى الاولمبياد. مثل ما قال عبد الرحمن ان شاء الله اولمبياد طوكيو في 2020 ان شاء الله هي المحك للرياضه الكويتيه في رياضات اخرى ان شاء الله، وفي رياضه الرمايه بالتحديد اللي هي فخر بلدنا، وقاعد نتكلم عنها اليوم ونسلط الضوء من خلال هذا البرنامج سواء اليوم او في حلقه سابقه مع زميلي نادر كرم، وتسليط الانجازات الاولمبيه اللي تحققت سواء عن طريق فهيد الدحاني او عن طريق عبد الله الطرقي الرشيدي. نقول لهم يعطيكم العافيه على هذه الانجازات، يعطي العافيه جميع رياضينا اللي شاركوا في اولمبياد ريو دي جانيرو، وايضا كل الشكر لكل من ساهم ولو بتهنئه ولو بتعبير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او عن طريق الاتصال او عن طريق تواجده اليوم في مطار الكويت لاستقبال بطلنا الاولمبي فهيد الديحاني ولكل ابطالنا المشاركين في هذا الاولمبياد. على طاري الوصول ان شاء الله يعني نذكركم بعد ختام هذه الحلقه راح يكون هناك تسجيل كامل لهذا الحفل، حفل يعني استقبال بطلنا الاولمبي فهيد الديحاني اللي حصل اليوم في قاعه التشريفات بمطار الكويت الدولي. لكن في الختام كل الشكر لكم مشاهدينا على تواجدكم معنا طوال الفتره الماضيه للحديث عن فخر بلدنا عبد الله الطرقي الرشيدي، واللي حقق لنا فخر جديد بعد ما حقق قبل ايام فخرنا الاخر الكابتن فهيد الديحاني في ذهبيه الدبل التراب. كل شكر لكم مشاهدينا، نلقاكم ان شاء الله في برامج اخرى وانجازات رياضيه اخرى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الاخوه الزملاء، في امان الله.